السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده كيكة الفراولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والنهاردة أنا عاملاها عشان يعني عيد ميلاد بنتي، فيعني عاملة حاجة بسيطة كده اهوت، ويعني أي ست بيت كده تقدر اللي هي تعملها بكل سهولة، وكمان إيه التقديم بتاعها كمان يعني هيبقى شكله حلو كمان ومغري، والأطفال كمان هيحبوها الكبار والصغار. فيلا بينا حبايبي نشوف الطريقة كده سوا ونشوف الخطوات خطوة بخطوة. بس في يعني قبل ما أبدأ في المقادير أحب أرحب بك يا حبيبتي لو أول مرة تتابع القناة، لو قناتي عجبتك فضلا وليس أمرا حبيبتي يا ريت اللي انت تدعمينا كده بالاشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه في القناة أول بأول. ويلا بينا بقى نشوف المقادير ونشوف الطريقة خطوة بخطوة. أول حاجة حبايبي هنبدأ فيها هقول لكم مكونات الكيكة. هنا حبايبي هنحتاج لكوبايتين دقيق، هي نفس الكوباية ديت اللي هتعايري بيها كله. هنا هنحتاج كوباية سكر، نص كوباية زيت، هنا معايا كوباية عصير برتقال، هنا معايا 2 بيضة كبيرة اللي هو البيض الأحمر الكبير، لو البيض عندك بيض أحمر برضو بس صغير شوية ممكن اللي تستخدمي 3. هنا هنحتاج لمعلقة كده صغيرة كده مليانة من بشر البرتقال. هنا بقى هنحتاج لإيه، نص معلقة كده صغيرة كده اهوت من اللون الأحمر، وهنا معايا معلقة صغيرة مليانة من الكاكاو، الكاكاو الخام الغامق اللي هو غير محلى بيبقى موجود عند العطار. وهنا هنحتاج لكيس بيكنج باودر، ده كده خليط الايه الكيكه ماشي اهوت. هنا بقى هنحتاج بقى ايه، ده كده كريمه الفراوله اللي هتتحط بقى من فوق الوش اللي انا هنزين بيها يعني الكيكه كده في الاخر. هنا معايا ده كده ربع كيلو فراوله مجمده كانت عندي في الفريزر، طلعتها من شوية وسبتها لحد ما فكت كده اهو زي ما احنا شايفين، عشان بس ايه كنت بجهز الحاجة. فهنا هنحتاج ل 150 جرام سكر، هنا هنحتاج لمعلقتين صغيرين نشا مليانين، وهنا هنحتاج يعني اقل من ربع كوباية كده اهوت مية عشان ادوب فيهم النشا، وهنا هنحتاج لنص كوباية مية كده اهوت عشان هنحطها على الفراولة كده. يعني دي كده مكونات اللي هي كريمة الايه الفراولة. دي كده حبايبي المقادير كده كلها على بعضيها اهيت، يعني حاجات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت اهيت. هنا بقى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض ايه الطريقة خطوة بخطوة. انا مولعة الفرن دلوقتي يعني، وهنبدأ في مكونات الكيكة كدهوت، هنضرب المكونات دلوقتي في قلب الخلاط. اول حاجة بقى هبدأ ان انا اشغل بس ايه احط الفيشة بتاعة الخلاط ديت، وهبدأ بقى انا ايه اضرب بقى الحاجات ديت كده ايه احطها كلها مع بعضيها في الخلاط. هنحط البيض، وهنحط كوباية عصير البرتقال، برتقال او سفندي اللي متوفر عندك. هنحط نص كوباية زيت، كوباية السكر، هنا بقى هنحط في قلب الخلاط هنحط اللي هي المعلقة الصغيرة المليانة اللي هي الكاكاو، ونص معلقة كده برضو صغيرة اللي هو اللون الأحمر. بعمل الكيكه ديت بحط معلقه كبيره كاكاو، والمره دي انا قللت شويه وخليتها يعني معلقه صغيره كده مليانه عشان عايزه اللون الاحمر بتاع الكيكه يبقى ظاهر شويه. هوقف بس دلوقتي لما اضربه كده كويس ونرجع تاني. كده خلاص حبايبي كده انا ضربت الخليط كده مع بعضه كويس.
يديها. هنا بقى ايه، هبدأ ان انا احط البيكنج باودر كده اهوت على الدقيق. هجيب رشة ملح كده صغيرة، هنخل بقى الحاجات دي كده مع بعضيها. هبدأ اللي انا احط عليهم المعلقة كده صغيرة من بشر البرتقال. هقلبهم مع بعضيهم كده كويس. طبعا انا مجهزه بقى الصينيه معايا عشان اول ما يعني اخلص كده اهوت. دي كده الصينيه اللي انا هعمل فيها النهارده. شايفين حبايب الخليط معايا؟ شايفين لونه جميل ازاي؟ هقلبهم بقى كده ايه مع بعض. لسه شارية المضرب ده النهارده، كنت في السوق بقى انا وجدي وجبته النهارده، قلت بقى ايه عاجبني شكله لان يعني بيتفتح ويتقفل، لا فقلت اجيبه استخدمه بقى كده اعمل بيه اي حاجة انا بعملها معاكم. كده بقى هبدأ اللي انا احطه في الصينيه. شوف بس المضرب ده كده على جنب. ايه رأيك؟ انا خليت اللون الاحمر يبقى ظاهر ايه شوية، خليت الكاكاو اللي انا بعمله في شوية دقيق في البتاع. النهاردة عيد ميلادي 8/3، هو اكيد البيت هينزل لكم يوم 9 او ان شاء الله يعني، بس ايه النهاردة عيد ميلادي 8/3. كل سنة وانت طيبة يا نادي. كملت 18 سنة. هي في ثالثة ثانوي السنة دي يعني، فربنا معاها يا رب هي واللي زيها، وربنا يوفقهم كلهم. كده انا بعمل بس الخطوة ديت بالمعلقة لان في يعني نطر الدقيق كده اهوت
في ال كانت باقية يعني في قلب العلبة معايا، فأنا بقلبهم كده عشان تختلط ايه مع الخليط. دلوقتي بقى ايه، ندخلها بقى على الفرن. خدي يا ندى المعلقة دي، هعمل بس الخطوة دي بس عشان ايه لو في بس ايه هوا فيها ولا حاجة فيطلع. بس كده دلوقتي بقى هدخلها على الفرن. نعم شايفين شكلها؟ استنى بس اوقف بس. كده حبايبي انا نسيت احط في قلب الخليط بتاع الكيكه معلقه كده، معلقه خل، لا معلقه خل كده اهوت، فدي بتحسن من الكيكه، فانا نسيت احطها وهو بينضرب في قلب الخلاط. فايتوا بقى ايتوا بتحطوها يعني في المضرب بتاع الخلاط في الشفشه يعني. بس فانا هحطها كده اهوت وهقلبها بس ايه تقليبه بقى كده اهوت. انا لسه ما دخلتهاش الفرن، افتكرت بس بعد ما قلت لكم. فهو الخل بيبقى بيخليها هشة وجميلة جدا. فأنا هقلبها كده اهوت، أنا نسيتها بس وأنا عمالة بجهز في المقادير. أنا بعد ما حطيتها على طول حاسة إن هي عمالة فيفا وراي كده، فيها بيخليها هشة وخفيفة كمان. كده أنا قلبتها، فكويس إن أنا افتكرتها برضو إيه قبل ما أدخلها الفرن. بس كده هات كده بقى ايه هدخلها. انا قلبت كده ايه الخل معاها، هدخلها على الفرن. الفرن هيبقى يعني درجة حرارة 180، يعني على حسب بقى هي على حسب حرارة الفرن عندك يعني، تتابعيها برضو ايه لحد ما تستوي كده اهوت، وبعد كده هنرجع تاني ونشوف شكلها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي هنبدأ بقى نعمل كريمة الفراولة. هولع البوتاجاز طبعا. هي الميه ديت كده انا ما حطيتش لسه ميه ولا حاجه، فهي الميه ديت اللي نزلت من الفراوله ذات نفسها لما فكت من التلج، الميه دي بتاعت الفراوله. فانا هنحط لها ربع كوبايه بس، طالما هي ايه نزلت يعني الميه اللي فيها كده اهوت، مش هنحط النص كله، يعني ربع كوبايه بس، لان الكوبايه دي بتبقى نص معايا. وبالشوكة كده اهوت بقى يعني ايه احاول بس ايه كده اهوت اللي انا اعملها كده اهوت، لان انا طبعا مش عايزة اهرسها جامد، عايزة يبقى يعني يبقى فيها قطع كده. فانا هعمل بقى الخطوة دي كده اهوت، وهي برضو تغلي كده معايا، وبعد كده اهوت وايه هنزل عليها دلوقتي بكوبايه السكر برضو، بعد كده هسيبها بقى ايه على النار وادهكها يعني اهرسها كده بقى بالشوكة، علشان يعني تستوي بس كده معايا شوية. بعد كده هنزل عليها اخر حاجة بالنشا، طبعا من غير ايه من غير ما اهرسها جامد، انا عايزة يبقى فيها ايه قطع كده بس، قطع بسيطة كده. نشوف بس النار نعليها شوية. طبعا كريمة الفراولة ديت بتبقى جميلة جدا. وفي حاجة كمان هنحطها برضو معاكم، هنحط لها سنة لون احمر عشان يظبط لي اللون بتاع الفراولة. هنجيبه برضو، هنجهز اللون كده ونرجع تاني. كده حبايبي انا معايا ده كده لون احمر اهوت، بيبقى الوان صحية موجودة عند العطار.
فانا هنحط كده يعني سنة كده هوت منه عشان بس ايه يعني عشان اظبط اللون بس. بصوا سنة كده على طرف المعلقة تمام. عشان يظبط لي اللون معايا، يعني بيخلي لي اللون جميل وحلو. كده نشيله بقى كده اهوت. والازازه ديت يعني مش غاليه، الازازه ديت ب 2 جنيه بتبقى مليانه. طبعا انا خدت منها في خليط الكيك. احنا جايبين 3 معالق. جبنا 3 احمر لان انا اكتر حاجه بستخدمها هو اللون الاحمر، وبستخدم انا عندي كل الالوان، وعندي الاصفر بستخدم الاصفر والبرتقاني والاخضر، بيبقى الالوان دي بحب ان انا اجيبها عشان اللون الوحيد اللي احنا مش عارفين نجيبه هو الازرق، مش الازرق لاقيينه. مش الراجل ما عندوش منه. ايه مستنيه بس تسخن كده معايا شويه، هوقف ونرجع تاني. دلوقتي يا حبايبي هبدأ ان انا ادوب النشا كده اهوت. طبعا انت بتتحكمي فيها، لو انت عايزة مثلا تبقى القوام بتاعها خفيف شوية يعني بتكتفي مثلا ايه بمعلقه واحده، لو عايزاه خفيف اللي انت بحيث ان انت تصبيه على اي تورته كده وينزل من عليها كده يعني، لو عايزه اللي انت القوام بتاعها يبقى زي الكريمه كده اهوت يعني انا عامله معلقتين ايه كبار نشا، اللي هم معلقتين صغيرين، معلقتين صغيرين نشا مليانين. نعم. فلو انت عايزه اتقل كمان من اللي هو القوام يبقى تزودي نشا، ممكن تزودي ايه يبقوا 3 معالق. فكده انا بدوبهم في ميه بارده اهيت، بعد كده هروح بقى ايه على الفراوله ونحطهم. شايفين بس قبل ما احطهم عايزه اوريلكم القوام بتاع الفراوله بعد ما هرستها كده بالشوكه، شايفين انا سايبه فيها ايه قطعه اهيت. فدلوقتي بقى هحط عليها النشا. هقلبهم بقى كده ايه مع بعض. طبعا انا بعمل كريمه الفراوله ديت والفراوله والكيكه في قلب الفرن. نعم. كده هوطي النار بقى عليها. هجيبها بس ايه تقليبه كده اهوت. شايفين بقى اللون، سنه اللون اللي انا حطيتها عليها ظبطت لي اللون بتاع الفراوله الزرق. والالوان ديت الوان صحيه يعني مخصصه لل يعني للاكل كده اهوت، اللي انت تظبطي بيها خصوصا الحلويات وكده، اي حاجه انت بتعمليها بتبقى جميله جدا. نعم. يعني في فيديو كنت انا منزلاه معاكم عندكم في القناه اللي هو كريمه مهلبيه البرتقال. نعم. ظبطت اللون بتاعها برضو، حطيت سنه لون برتقاني فظبطت لي لون الكريمه، خلتها لي تحفه بصراحه. دلوقتي بس انا هسيبها كده اهوت يعني 2 دقيقة كده ونرجع تاني. كده حبايبي ده كده شكل الكيكه كده معانا. هي طلعت من الفرن وسبتها خالص بقى لحد ما بردت خالص. طبعا يعني لما بتيجي تختبريها وهي في الفرن كده وتحس ان هي خلاص استوت، انا اختبرتها كده بسكينه، بتجيبي السكينه وبتدخليها فيها كده لما تطلع يعني ما فيهاش عجين ولا فيها اي حاجه من خليط الكيك بتبقى خلاص استوت ايه معاكي. فانا طلعتها وبعد كده لما اتاكدت ان هي خلاص استوت
بس طلعتها وحطيتها على الطباخة كده زي ما احنا شايفين، وسبتها لحد ما بردت ايه خالص. برضو لما عملت معاكم ال اهوت لما عملت معاكم كريمة الفراولة ده كده بيبقى شكلها، برضو سبتها خالص بقى على الطباخة لحد ايه ما بردت ايه معايا، عشان ما ينفعش ان انا ايه نحطها وهي سخنة. بس فهي لو حطيتها وهي سخنة بتبقى لسه ايه ما مسكتش نفسها كده اهوت، هتبص لها اللي هي يعني تقع من على الكيكة لما اجي ايه اعملها. شايفين منظر الكيكة حلوة ازاي؟ يا ده كده منظر ايه كريمة الفراولة. نبدأ بعد كده بقى ايه هنبدأ لنا نشكل. لا ازينها، نبدأ لنا ازينها. هي نفسي هتحضر بس بقلبها كده في الصينية الكبيرة دي. يا بس هاتي لي ندى الصينية دي كده جنبي دلوقتي، عشان ايه عايزة انا عايزة اشيل بس الطبقة اللي تحت ديت اللي هي بتبقى بطرح الدقيق بس اللي انا ايه كنت رشه، هعملها بس كده اهوت وارجع تاني اشيلها. دلوقتي حبايبي كده انا خلاص بقى هبدأ بقى ان انا احط كريمة الفراولة كده عليها. بس في الاول عايزة برضو اوريكم حاجة. ده كده لما كنت عاملة معاكم البسكوت قريب اللي هو بسكوت ماري بالبرتقال، كان فاضل معايا حتة عجينة، وفي الاخر خالص انا شكلتها كده على عملت بيها 2 طرت كده زي ما احنا شايفين. نعم، فهبدأ دلوقتي. هي برضو هتبقى كويسة برضو الكريمة ديت اللي انا احشي بيها ايه كريمة الفراولة ديت اللي انا استخدمها في حشو الطرت برضو. اخد منها كده ايه معلقة كده اهوت ولا حاجة. تبقى جميلة جدا طبعا ايه. ولو انت عندك بقى فراولة بقى ممكن برضو انت تقطعي الفراولة كده على شكل شرايح كده ولا حاجة وترصصي عليها من فوق، او تكتفي بكريمة الفراولة دي بس. بس انت لو عايزه بالنسبه للطرت ده لو يعني هتعمليه بنفس التحشيب بنفس كريمه الفراوله دي في الاول خالص قبل ما تحطي يعني كريمه الفراوله في الطرت كده اهوت، بتدهنيه دهنه شوكولاته كده اهوت عشان ايه تفضل البسكوته معاكي يعني ما تطراش بسرعه تتن زي ما هي. وبعد كده تحطي الايه تحطي عليها الايه الكريمه الفراوله. شوفي شكلها جميل ازاي. دلوقتي بقى هبدأ بقى ايه اخد الفاضل دهوت واحطه ايه هنا اهوت. كده بقى ايه هوزعها كده اهوت. شايفين قطع الفراولة اللي فيها عشان انا يعني ما هرستهاش جامد، يا دوبك بالشوكة بس كده اهوت عشان خليت فيها برضه ايه قطع كده ايه فيها بتديلها الشكل الجميل ده. بس اللي في اللي هفضي الكريمة ديت وارجع تاني. يعني كده حبايبي كده خلاص زي ما احنا شايفين اهيت واضحة يا ندى. دلوقتي بقى هبدأ ان انا اقطعها كده اهوت. هوقف بس دلوقتي عشان ايه يعني ماخدش وقت كده، وبعد ما اخلص تقطيع هنرجع تاني. دلوقتي حبايبي بعد ما قطعتها كده هبدأ بقى ايه اللي انا اوريكم بقى شكلها كده من جوه عشان تشوفوا برضو شكلها.
شايفين كده حبايبي شكلها جميل بقى. دلوقتي يا حبايبي انا كده خلصت كده خلاص معاكم، وده كده منظر الكيكة. دي كده كيكة الفراولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، تقدري اللي انت تعمليها بكريمة الفراولة كده زي ما شفنا، برضو طريقتها بسيطة جدا. ده كده شكلها من جوه اهيت اهيت حبايبي. وده كده بقى الايه التارت اللي انا عملته، حشيته كده بالكريمة جميل جدا. وزي ما قلت لك لو انت عامله منه بقى كميه وهيقعد عندك مثلا في التلاجة عشان البسكوتة بتاعته ما تطراش معاكي يعني وكده، فتدينيه الاول دهنه شوكولاته كده اهوت، شوكولاته سايحه، وبعد كده بتبداي تحطي كريمه الفراوله بس. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استفدتم منه. ولو لسه جديد في القناه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس واكتبوا رأيكم تحت في التعليقات. يلا كل سنة طيبة يا نت. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.